استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية بمقر الأمانة العامة المنسق الأممي لمبادرة البحر الأسود للحبوب عبد الله تشتي. وجه أبو الغيط الشكر إلى المنسق الأممي على جهوده وفريقه لتنفيذ المبادرة ميدانيا بالرغم من الظروف السائدة والتعقيدات الأمنية والسياسية، مشيرا إلى أهمية استمرارها لتعزيز استقرار سوق الغذاء العالمي والذي يشهد ارتفاعات مقلقة لأسعار المواد الأساسية. كما استمع الأمين العام إلى الشرح المفصل الذي قدمه دشتي حول آليات عمل المبادرة وتنفيذها على أرض الواقع بالتعاون مع طرفي النزاع. هذه المبادرة أيضا مثل ما أنتم عارفين لها دور كبير في تأمين واستقرار الأمن الغذائي العالمي، وإحنا ما شاء الله إلى هذا اليوم أنا أكلمكم قدرنا نصدر أكثر من 30 مليون طن. وأيضا أهمية هذه المبادرة مثل ما السيد الأمين العام السيد غوتيريش وأيضا مساعدة السيد مارتن غريفيث أعلنوا كثير من المناسبات لأهمية تأمين الممرات البحرية لتصدير الحبوب وأيضا الأسمدة وأمونيا في هذه المبادرة.